إحساس صعب أوي إنك تحس إنك محبوس جوه عينيك دي، إحساس ما انتش متعود عليه. بدأت ألاقي نفسي بيتكتم جدا جدا، كأن حد بيغرقني بيموتني لدرجة إني فكرت أرمي نفسي من الشباك. لقيت الجو ضلمة كده زي دلوقتي بالنسبة لي كده، ضلمة خالص، وجاب بالي كده إن الكهرباء قطع أو الجو ضلمة أوي، وأنا تعبان مش مركز. بدأت ألاقي الناس دخلت تسلم عليا، ازيك يا دكتور، الحمد لله على سلامتك. فقلت لهم يا جماعة أنا مش شايفكم. يحيى ابننا كان لسه مولود، ما بقالوش كام أسبوع يعني، فأنا حاولت أخد حذر على قدر الإمكان، لكن بقى حصل اللي حصل. طبعا يعني اللي بصراحة اللي في راسي جه في رجليا، ما كنتش عارفة انا بلبس ازاي. لبست، سبت يحيى ولبست ورحت له المستشفى. اول ما رحت في الاول خالص، هو اول ما كنت واقفة قدامه ما شافنيش الا لما مسكت ايده. قعدت انا فاكرة ان الموضوع كل ده، فاكرة ان الموضوع يوم او يومين مش اكتر من كده، يعني مش هيطول. انا اللي اتطوعت ان انا اروح العزل، وحتى كذبت هنا على والدي ومراتي، قلت لهم الموضوع جاي غصب عني وما اقدرش ما اروحش وكده. انا فكرت كتير يعني، هل انا ضيعت نفسي او تصرفت بشكل صح او غلط؟ مشاعر كتير متضاربه جوه الواحد في الوقت ده. طبعا نفسي ان انا نظري يرجع لي تاني، ارجع امارس حياتي تاني واكشف عن ناس تاني. مهنة الطب مهنة عظيمة وانا بحبها. انا لحد دلوقتي عارفة انه ان شاء الله يعني ده فترة مؤقتة، يعني ده مؤقت. اصل محمود قوي، يعني هو اقوى من الحاجات اللي بيتحط فيها دي.